هشتغل في لحمة الطاجن التالت اللي هو طاجن التورلي، عشان انا مش عايزاها برضو تتسلق. انا واحدة عدوة ان اللحمة تتسلق الا اذا كنت هعمل فتة، وبرضو ما ببقاش واخدها من اولها ان هي سلقة. بصوا كده عندي شوية زيت، هعمل كده اللحمة اهي بتاعة طاجن التورلي عاملة فيها ايه، كل اللي انا حطاه رشة جوزة الطيب ورشة فلفل اسود مع معلقتين فلفل الوان متقطعين، واروح عاملاهم كده بسم الله، ومعاهم كمان معلقه من الثوم. نقطة اللحمه دي بتاعت طاجن الخضار هتتشوح مع نفسها مع رشه حلوه كده من الفلفل الاسود علشان تبدا تدخل في التسويه، علشان لما اجي احط عليها الخضار ما تاخدش مني وقت. وانتوا نفس النظام تعملوا برضو كده في البيت، ان انتوا لما يكون عندكم عزومه اشتغلوا في كذا حاجه في وقت واحد، ما تستنوش لما تخلصوا ترجعوا ان انتوا تبداوا تشتغلوا في حاجه تانية من اول وجديد، لا كله على بعضه اهو. طيب هسيبها كده يتغير اللون بتاعها خالص مع الثوم والفلفل ورشه الفلفل الاسود اللي حطيناها. بس شكل اللحمه عامله ازاي، دي اللي هنعمل بيها طاجن الخضار بذمتكم بقى كده. شكل اللحمه ده لما تخش في اي طاجن ولا شكلها وهي مسلوقه واكننا بناكل لحمه بميه وخلاص؟ انا بحبها كده، اللحمه بتبقى متطعمه حلوه قوي، بتبقى مستويه حلوه قوي، اللسوعه بتاعت النار ديت بتديها شمخه وبتديها طعم في منتهى بصوا شكل اللحمه عامل ازاي. بص شكلها عامل ازاي، الله اكبر عليها، بصوا اللسوعه وبصوا السوا، تخيلوا بقى يعني الشكل دوت والتطعيمه دي في الطاجن ولا ان هي تبقى مسلوقه وابقى واخداها مسلوقه. طبعا يعني مش مستحمله سؤال. طيب هسيبها تكمل سواها على النار، وهعمل ايه بقى دلوقتي، هتنزل لنا دلوقتي مقادير طاجن التورلي. طاجن التورلي في ناس يعني انا مثلا واحده ما بتحبش الفاصوليا الخضر، فمش هعمل طاجن تورلي، لا هعمل خضار مشكل اللي هو بسله وجزر وبطاطس وكوسه. في حد ما بيحبش الجزر يبقى بسله وفاصوليا خضراء وبطاطس وكوسه، حد ما بيحبش الكوسه يبقى بطاطس وبسله وجزر وفاصوليا. مش شرط ان احنا نحط حاجه علشان يبقى زي ما هو، بس انا ما بحبهاش وارجع وانا باكل، انا ولادي اصلي بيعملوا كده، وارجع وانا باكل افصل الاكل عن بعضه ويبقوا متضايقين. طب انا اعمل ليه كده؟ انا بعمل الخضار اللي انا باكله انا وولادي. احنا حاطين النهارده ايه؟ بسله وجزر وبطاطس وكوسه ومعاها طماطم مكعبات، والمقادير معانا على الشاشه بتقول ان احنا معانا لحمه مكعبات حطيتها هي على النار نص كيلو كيلو زي ما انتوا عايزين. معايا خضار مشكل، وادام كتبت خضار مشكل يبقى اللي يعجبك واللي يجي على بالك واللي بتحبيه استخدميه، مش قاعده معينه ان انا احط حاجه انا ما بحبهاش. معايا ايه كمان؟ بصلتين مفرومين، معايا معلقه كبيره ثوم مفروم، طماطم متسبكه، ومعاها ايه تاني؟ معلقتين كبار من السمنه، ثلاث مكعبات مرقه، وممكن استغنى عنهم واحط ملح وفلفل اسود بس من غير المرقه لو انت ما بتحبهاش، وملح وفلفل اسود. اسهل من كده مفيش. مع حبه رز ابيض ولا حبه رز بشعريه ولا حبه رز واحده بواحده، ومعاهم طماطم ولا بتنجان مخلل، يبقى عظمه والحمد لله من ربنا. تعالوا بقى هنا كده اللحمه بتاعتي تمام وزي الفل، الله اكبر. بصوا عامله ازاي. هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ بصوا كده بسم الله، ادي البطاطس وادي الكوسه وادي البسله والجزر. تصدقوا مش هياخد الحاجه كلها، انا هجيب حله كبيره. حطيت الجزر والبسله والكوسه والبطاطس بعد اللحمه ما وصلت للشكل بص شكل اللحمه. شكلها عامل ازاي؟ حطيتهم بقى عليها علشان ايه؟ علشان يتشوحوا شويه وياخدوا من تطعيمه اللحمه اللي احنا عاملينها. هو انت عامله تطعيمه للحمه؟ اه مش فيها زبده وزيت وكان فيها فلفل الوان ورش جوز الطيب؟ كل ده اهو هيتطعم مع بعضه وهيديني في الاخر طاجن خضار في منتهى الجمال. عملت كده اتشوح معايا شويه، ابدا انزل بالطماطم في الاخر خالص. ليه؟ علشان الطماطم هتجيب ميه، وانا مش عايزه ان هي اول ما احطها هي في الاول تروح قافلالي الطشه والتشويحه بتاعه الخضار التاني اهو كده. بالشكل ده عندي ايه بقى دلوقتي؟ رشه كزبره ناشفه، ثوم، وبصل. لون البصل في الاخر كده بعد ما شوحتي، اه يعني هو ما يتحطش في الاول مع السمنه
ويتشوح كده وبعد كده يتحط معاه التوم ويتحط معاه الكزبره وبعد كده ننزل عليه بالخضار والكلام ده كله؟ لا. طب ليه؟ علشان انا في الاول خالص انا عملت اللحمه وحطيت معاها فلفل الوان وكان معاها توم، كل ده اتشوح مع بعضه واللحمه شربت منه مع السمنه. انا مش عايزه سمنه تاني ومش عايزه دهون تانيه، كفايه اللي هينزل لي من اللحمه. البصل دلوقتي هيستوي، هيتبقى عباره عن طاجن تورلي نيف ني مفهوش الدهون العاليه. ادي مكعبات المرقه، صلصه الطماطم اللي متسبكه، بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده، شويه من الفلفل الاسود، مش هحط ملح طبعا دلوقتي عشان انا حاطه 3 مكعبات مرقه، لما تدوب خالص مع الصلصه ويبدا ان هو يدخل في السوى هشوف محتاج ملح تاني ماشي، مش محتاج خلاص. نشوح كده ونقلب كله مع بعضه، وهدي شويه ميه سخنين علشان انا شايفه ان الصلصه قليله على الطاجن، فممكن ان هو غلوتين ثلاثه ويبدا يتشرب الصلصه دي ويتلسوع مني، وانا مش عايزه حاجه زي كده. ممكن كمان نزود عليه معلقتين صلصه طماطم بوريه، مش هتقول لنا لا، بل بالعكس هتدينا تقل للصلصه وتدينا برده تطعيمه كويسه بالشكل ده كده. واسيبه على النار مجرد ما الجزر دخل في السوى، علشان هو اكتر حاجه بتاخد تسويه، اختبر الجزر لقيته استوى يبقى باقي الخضار هلاقيه استوى. وطبعا اللحمه التشويحه اللي احنا اديناها لها الكبيره دي برده هتساعد على تسويتها بسهوله. هغطي عليه واسيبه يغلي خالص، او اسيبه ان هو غلوتين ثلاثه او ربع ساعه كده يستوي، بعد كده اروح حطاه في طاجن وحطاه في الفرن. الخضار التولي عندنا على النار بيغلي اهو معانا، هنسيبه يكمل سواه. وده بقى انا ممكن ما احطهوش في طاجن، عايزه تحطيه في طاجن برده ما فيهاش اي مشكله، بس خلوا بالكم ان طاجن الخضار التورلي لما بيتحط في الفرن الصلصه بتاعته تكون قليله، ما تبقاش بالشكل ده. ده كده ان هو هيتقدم قدامنا على طول على الطبق، لكن لو هتحطيه في الفرن لازم الصلصه بتاعته تتسبك اكتر من كده او يشرب الصلصه بتاعته وتبقى اتقل من كده. بسم الله. رز ابيض، مع طماطم متبلة، والخضار التورلي بتاعنا او الخضار باللحمة. تعالوا كده نبص عليه بصة، بسم الله ما شاء الله. هتعمليه في طاجن وتحطيه في الفرن، خديها قاعدة كده ان لازم الصلصة تكون تقيلة. لو طاجن في الفرن الصلصة تكون تقيلة، لكن لو هيبقى كأنه صنف خضار ما فيهاش اي مشكلة علشان تتحط على الرز. الله اكبر، بسم الله. اللي هو لو هيبقى زي الخضار كده يتغرف الصلصه بتاعته تبقى زي كده عشان تتحط على الرز، لكن لو هنحطه في الفرن ويتشرب كل ده لازم الصلصه تكون اتقل من كده. ده بقى النهارده كده الاكل الاساسي اللي هو بتاع امهاتنا، ربنا يديهم الصحه يا رب ويديهم العمر. كلوا خضار، الخضار فيه فايدة، انتوا ما تفهموش حاجة، مش كفاية الأكل اللي انتوا بتاكلوه ملوش أي فايدة، دخلوا جسمكوا حاجة فيها فايدة. ده الكلام اللي الأمهات كلها بتقولها بالشكل ده كده. أنا خلصت.